السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة جديدة ولأول مرة أخاطر بفكرة مقطع زي كذا، ودعمك عزيز المشاهد على هذا المقطع مرة مهم إنه يحدد لنا نكمل أو لا. راح تفهمون الفكرة، لكن قبلها هو مقطع الستوب. يوم طلعت ستوبي وأغراضي، في كثار ناس كانت تبغى تعرف أغراضي من وين وكم سعرها وكيف. سماعتي، مايكي، الماوس حقي، الكيبورد، الأشياء هذه كلها، الإنارة اللي على الجدار حقتي اللي أتحكم فيها. أليكسا هاو ار يو؟ أليكسا ستوب. فبعطيكم إياها على المختصر. حطيت لكم رابط تحت يا جماعة الخير من أمازون الله يعطيهم العافية، فيه تقريبا الأشياء اللي عندي بالستوب، كل شيء عندي تقريبا موجود حطيتها لكم. الجوكسلار حق الأصوات، الستريم ديك، السماعة، أشياء كثيرة بعد زايدة. يدخل على الرابط وتشيك. وبرضو أمازون اللي ما يدري يا جماعة الخير، من 22 نوفمبر ل 29 نوفمبر مسوي لكم عروض البلاك فرايدي يا جماعة على أشياء كثيرة. تدخل موقع عاد تنق انت على مدى نظر، يعني اشياء كثيره مره. راح احط لكم رابطين لامازون، الرابط حق الاغراض حقتي اللي حطها لكم بقائمه، ورابط تخفيضات الجمعه البيضاء اللي من 22 زي ما شايفين الى 29 نوفمبر. ما ابي اطول عليكم اكثر من كذا يا جماعه، بتركم مع المقطع وبقول كلمه اخيره. فكرته تعتمد على دعمكم، لا تنسون اللايك وانت تطالعني الان. انا ادري كثرت الشيء لكن عشان اعرف اذا الشيء عجبكم او لا. صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام، التوفيق هذا ممتع. ليش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت المقدمة وعرفت الوضع صح؟ سلام، بس أنا شيء جديد ما قلت إنها عليها صدف. ما تدري أنت؟ والله إنك ما علمتني. والله العلي العظيم قسما بالله إنك لو تفوز عيل أحول لك العشرات. حياكم الله أيها الإخوة والسادة الكرام بسلسلة جديدة، انتوا اللي بتحدون استمراريتها. سألني فيصل قبل شوي السؤال عن الجائزة، واتوقع ان رامي حط لكم اللقطة لان قاعدين نبثها الان احنا بث مباشر. فكرة التحدي والسلسلة كالآتي: راح استضيف معاه يوتيوبر معروف وراح اتحداه ثلاث تحديات، يختار واحد وهو يختار واحد والجمهور يختار لنا واحد. التحدي عليه من طرفي انا 10000 ريال، يعني اذا فاز علي بالثلاث تحديات خذ اعلى نقاط ياخذ ال 10000 على طول. ممكن مستقبلا نعدل بالتحدي ونضبط فيه شوي لما يكون بافضل صوره، لكن احنا بنبدا بالطريقه. لكن ابي اتاكد منكم شيء واحد، ضروري يا جماعه انكم تعلموني اذا عجبتكم الفكره او لا، لانها جديده وبادمج فيها العاب كثيره. يعني في المقطع ممكن تشوف فورت، امونج، جراند، فيفا، كود، العاب بين اليوتيوبر هم فنانين فيها ويتحدون بعض فيها، فهمتوا؟ واول واحد معايا الاستاذ فيصل. فيصل السلام عليكم والله يعينك. السلام. طيب اول شيء لعبتي انا فورت تمام؟ تم فورت بالنسبه لعبتك يعني افكر الان بالجائزه. طيب خلي الجائزه على جنب لانك تتعب والله ضدي، انا خايف منك باللعبه الثانيه. الان بفورت التحدي بيني وبينك كالاتي. قبل التحدي ايوه عزيزي المشاهد ضغطت لايك والله شوف والله انا حرام. عشان الفلوس صح الان حرام صح؟ طيب وش اول شيء اللايك عندنا هذا شيء خلينا نقول ان السلسله حلوه، والكومنت تحت يعلمني اذا انا استمر فيها، والكود الكود والله العظيم يا جماعه خليني ادعي لكم قسما بالله. فالله يسعدكم. فيس كامك طالعه، فيس كامي طالعه، بنلعب كرييتيف 1 في 1. والله ال 10000 يا فيصل لو جتك شو بتسوي فيها؟ لو جتك شو بتسوي فيها؟ شكلي ادخل يلا ورا. عندي سؤال مسموح لك سات؟ خليها مسموح. وشو؟ العب 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 والله انك الحين اوكي يلا العب العب خلينا نشوف مين بيعطي ثاني اكس. نخليها من اربع من اربع تمام؟ اوه بدينا روح اثنين ثلاثة هاي الماوس هاي الماوس تعال الماوس تعال الماوس تعال تعال عند اخوك الكبير تعال تعال سبقتي ما علمتي ممنوع خذ هذه تبي لا لا قلت لي تبي تبي لا يس طيب قد هاي صوت طلقتي صح؟ شو قلت انت قدها وقدودها تاكد مو الحركات دي فيصل ما علمتني عنها انك تعرف تسويها كيف البوكس بس تراني افضل لاعب بالبوكس سجلتك الطلقه ذي؟ لا يمه القم واحد صفر واه يا الغبنة يا الغبنة كنت اكس اين صفر يب في 22 صدقني راح اسويك دروب 70
78 98 قصدي. هذا صفر بسرعة وقت الأخير. سريع 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 والله. لعبة ثانية سريع. ما في وقت ما في وقت. لا تبلك يا ورع. أول أم الفايتة. توني فين أحمد؟ سنك ذاك أرفع لها. أنا ولعبي الزق. كم هيلك انت واتذكر بس؟ 100 صدقني. كم هيلك؟ 24 ثمانية شو؟ لا 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 الماوس. يا ربي يا الله يا الله يا ربي يا ربي جود ارجم 1-0 اللعبه الاولى لعبه كيش اقسم بالله اني داري جراند. طبعا سيف فيصل اخوي عشان تعرفون اني بلقم عيال بلقم بلقم مسوي سيرفر فايتات. سيرفر فايتات في انتظار تعبين كلهم عبيد فايت. طيب روح جهتك. من خمسة من اربعة ابدا الان. التحدي الثاني يا جماعة الخير بيبدا الان. فيصل ورا كفر وانا ورا كفر. راح نلعب من اربع فايتات. الطلقة الواحدة بالهيت تنهي مستقبلك. انا بلعب ضد فيصل اللي السيرفر هذا حقه اللي 24 ساعة فيه. ما ادري صراحة غالبا بلقم لكن بحاول يعني اني ادي. يلا واحد اثنين ثلاثة بدينا. اتكلم والدي ابغى اركز. اطلع 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 يا الزبن اطلع تراك ميم انت. اطلع هذا الله اكبر. الجود الجود الجود. واحد صفر ارخ يا الفرخ. يلا يلا طيب اسمع العبوا لي اكثر العبوا لي اكثر. يلا يلا واحد يلا جو. هذه هيد شوما متي من بعيد ما في موت من كذب ترى يمه يمه حسني بلقم في خفت انا. ايوه بس ابو ترى قاعد ابث في ناس طالع كلام. الله يوفقك فيصل. دمي ناقص ابغى هيل ابغى باندج. ما اعطتني باندج عندك ريفايف فيصل. والله فيصل والله حرام اسالك بالله انك ما تريف. طيب ممنوع والله مريف فيصل. فيصل احتاج هيل الله يخليك. احتاج هيل والله قاعد انزف اقسم بالله قاعد اركض قاعد انزف. يلا بسرعه انت تقدم علينا. متقدم للنص تقدم تركب زاويه. ابي ضاع ما تعيب. الله ادي له ماكن. طيب اقسم بالله اقسم بالله يا فيصل انه ظلم ان شاشه سوداء تجيني وما عندي بانز وانت عندك رصاص الادمن كلها. جاهز العب. جو جو جو. وينك يا ابن الذين؟ في واحد فوق هناك. يلا عشان اسمي ايه فعلا مسكت. هذه ننك مربى العزة في امسك خط عليها. طيب تعال يا الله تهرب خلاص خلاص.
الله يلا يوفق. تعالي من يمين، تبي اجيك انا من يمين ليش؟ خلاص كمد الله يرحم امك. كاتشوتي بوت الكابتن، الكابتن وقف 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 الكابتن، الكابتن شابه ما دخل مو مشكلتي، دخل خارجي. احمد موت، ليتس جو. خليني احلف ماك فوز على تركت يا البوت. سوري فايف يا البوت، سوري فايف رجعت ضغطني والله. يلا يا البوت، يلا انا رجع دينا. ما شاء الله انت صرفت بنص الهويله، كيف جيت النص؟ اركض العب. يلا جاهز؟ يلا مالي ثلاثة واحد. يلا اثنين لاهينك، ثلاثة اثنين، ثلاثة واحد يصلح، ثلاثة اثنين يا اخي. العب مال امك صلاح، العب تمركز، تمركزت انا العب. هين الدمج زين، حب ريفايف مجبر صح؟ ورب الكعبة تسوي ريفايف يا فيصل بالمقطع والله. طبعا لك صورة تخريم اطرف. وات ذا فاك، وش الموت ما يشوفني؟ غبني راعي الهيلي، غبني بسرعة اخر راوند. يلا بسرعة لا تطول تكفى، لون السالفة جايني بين سيرفر. العب هذا الادمان معك. يلا كيف؟ لأن أعطني ريفايف يا ابن الصغير. الله ما أشوف، أعطني ريفايف شيء سودا، شيء سودا، تفكر شيء سودا، أعطني ريفايف، شيء سودا. ما معي مسكن. ورب الكعبة شيء سودا، والله. السودا تني ريفايف، شيء سودا. طيب أطرف. شيء سودا، كيف أطرف لك؟ شيء سودا. قاعد تحرك. إيش قاعد غش؟ والله قاعد غش. أطرف شلون؟ شيء سودا. شاشة سودا يا حمار. خلاص طيب اوكي، بعتبرك فايز. تمام، بعتبرك فايز على اللي صار، بعتبرك فايز، ما عندي مشكله. طيب مو مشكله، الان بنلعب فاصله اوكي، بيني وبينك الجمهور هو اللي بيختار وبيحدد اللعبه اللي بنلعبها الان. اختار لعبه اولى. ايه ماينكرافت فيصل، والله تعي الله يخليكم انا فيها. طيب انا لعبه، انا بختار كود فيفا. ببجي فيصل، ببجي. ايش ببجي؟ كيفي انا اختار الحين؟ طيب وش يا غالي، ما قد لعبتها في حياتي اساسا. نبدا التصويت الان، نبدا التصويت. طيب في 10000 الان في البث يا جماعه الخير، نحتاج منكم تصويت على الالعاب. الى الان كود متقدمه، كود وفيفا المنافسه بينهم، كود وفيفا الى الان، كود وفيفا. طيب انت تصويت يا جماعه الخير 60% كود، 32% فيفا، ماينكرافت 5، وببجي 3%. يعني يا فيصل بنقفل جراند الان، التحدي الفاصل على 10000 ريال كود 1v1، احنا ننزل واحد بسلحته اللي يبغاها، واحد بلعبه اللي يبغاها، من 30 ذبحه. جاهز؟ التحدي الثالث يا جماعه الخير كود 1v1، انا ضد فيصل، راح نلعب من 30 ذبحه في ماب دوم جديد. 1 2 3 بدينا. بسم الله، وينك؟ اوكي ايزي، تعال يما بهالسرعه. تعال شوف لي ده حلو، شدها بيدك ورجلك، والله العريك حقه ما اعطاني الله. ايه شد بس، يلا ابغاك تشد اكثر. ايش ابغاك؟ ايش تسوي؟ شد اكثر من 30. شد اكثر. تعال يا ابن الضغط. تعال اخذ كفر. ها انا الكفر ولا ايش؟ ايمي هج. لا هج اصبر. تعال عند اخوك الكبير، تعال اشوفك
ما اشوفك يا صغير. امه كود سوا كان شنبك على قلبش والله لبش زين والله اني مدري وينك. خمسة خمسة انا خمسة خمسة اوكي اربيك اصد الله عنك علي الحرام فوق. طيب طيب ما كمبرت لك بس انك قاعد درعم الحين يعني يا عيال دمج بدمج ذبحني بسرعة. طم طم يلا روح تاخذ هذا مني السلام يا مكيج بشرين هكها تبيها كذا صح؟ والله كم هي لك تكفى أي الزبنة يا فيس أي تبيها اللعب كذا أنت صح يعني ما أخذها شرف الوضع مرة فلكات إيمي هج إيمي هج وما أخذ كفر الأرض كيف يفصعون وش ذا هاي طيب انا انضغط يلا رخ يلا رخ 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 الزبنة رخ رخ يا ضغط ياه سلاحك ما يخلص انتو ليش مدرع يا الكلب يا الله العريم ايش العب العب تسوي حركات اخوك اللي علمك عليها عليه بالادب انت يلا ابى اشوف الذبحه هذه ابى اشوف شو كيف تاكل شو كيف تاكل يا عيال شوف كيف تاكل يا شيخ طالع قاصك القم القم اليمين الارض يا عيال تخر نادي فاهم احمد يلعن لعبك مستفز يا زبياك تزبن تزبن والله انا اللي اطب عليك كل مره يا امك جابت رجال النش القاب ولا قرش ولا ريال بس اقسم بالله انك صملت بس كمستواه
رب الكعبة صدمني يا عيال مأيم من الذين. إلى هنا خلصت يا جماعة الخير، أتمنى استمتعتوا بالتحدي، واكتبوا لنا ناس تتحداهم تحت، وإذا عجبتكم فكرة السلسلة هذه اتسونا من اللايك والاشتراك. ترى أنا قاعدين نبث بتويتش الآن، الله يسعدكم، أبغى نشيل 5 مليون. وإلى اللقاء، السلام عليكم، ما تنسون رابط أمازون والأغراض حقتي تحت، شوفوها، أمان الله.